السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الكورس بتاع الفيتنس مانجمنت علشان نوضح للناس هو ايه وموجه لمين شويه. اول حاجه يا جماعه، هو موجه لمين؟ هو مش موجه للمدربين حديث التخرج خالص او الناس اللي بتبتدي حياتها. هو يا جماعه موجه للناس اللي اوريدي في المانجمنت فيلد، سواء مديرين او على الاقل سينيورز، او كمان صحاب الاماكن اللي هو عايز يعرف البيزنس ده ماشي ازاي وهيقيم الناس على اساس ايه. طيب ايه محتوى الكورس؟ الكورس يا جماعه مكون من 3 اجزاء رئيسيه. اول جزء ليه علاقه بالشخصيه، ايه هي شخصيه المدير المفروض تبقى عامله ازاي، ايه شخصيات الموظفين المختلفه اللي هتتعامل معاهم وتتعامل معاهم ازاي. في حاجه اسمها 6 هات سينكينج تريننج، اللي هو ازاي تفكر باشكال مختلفه وبوجهات نظر مختلفه. بيتكلم عن ازاي تعمل انترفيو، ازاي تعمل ميتنج، ازاي تتعامل مع الناس في الاتموسفير المحيط كله بتاع الشغل عشان يبقى ده ناجح. تاني سكشن بيتكلم يا جماعه عن الحاجات الادمن، اللي هو ازاي تعمل تقارير، ايه الحاجات الشهريه والسنويه اللي مطلوبه منك، سواء بقى سيلز ريبورت، اورينتيشن سيشنز، اسسمنت. بيتكلم عن الايفالويشنز، عن الجوب ديسكريبشنز، كل ما هو تنظيمي، عن قانون العمل، تتعامل مع الناس ازاي، ايه رولز وريجوليشنز، ايه الكود اوف كوندكت او طريقه التعامل الرسميه المفروض تتعامل في المكان. بيتكلم ازاي تحط تارجت بشكل حقيقي مش عشوائي، ايه حساباتها، تتوقع كم واحد المفروض يشتري بي تي وكم واحد لا. واخر جزئيه خالص سكيل اكبر بقى، ازاي تختار الاجهزه، ازاي ترتبها في الجيم بتاعك، بتختار على اساس ايه، ايه الطرق اللي ممكن يعمل بيها الموضوع ده. وبيتكلم عن المشاكل الحقيقية أو العملية اللي ممكن تقابلك وإزاي تعالجها وإزاي تحلها في الفيتنس فاسيليتي بتاعتك أو الجيم بتاعتك. الكورس يا جماعة مفيد جدا، عملي جدا، علشان كده العدد الكورس مش هيزيد عن 10، علشان يبقى فيه نقاشات كتير وحاجات عملية كتير وانت بتعمل بادجت او بتعمل بلان واحنا بنتمرن عليها، فالموضوع فيه كوميونيكيشن كتير، فبالتالي العدد لازم يبقى قليل. تاني يا جماعة، ما انصحش ان اي حد يتحمس ويحاول ياخد الكورس وهو لسه بيبتدي حياته او في الفيتنس فيلد. الافضل دايما انه يبقى اوريدي داخل المانجمنت اريا، ابتدى ان هو فعلا يدير حاجة علشان يبتدي يستوعب ويستفيد من الكورس ده. شكرا.